الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الحقيقة شخصية بهذا التصميم وبهذا المستوى وبهذا الحضور، اللهم بارك. هذا اللقاء وهذا الاحتفال يدخل في الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وفي الحقيقة كان أنا طلبت من الأخوات معنا هذا الشرف من جمعية السلام وجمعية الرحمة، هذا شرف من جمعية الرحمة الفتية اللي فيها أطر الشاب نقولوا كيقوموا بواحد الأعمال. احنا الجمعية كتكفل بالأيتام والأرامل. بالنسبة للجمعية عندنا شقين، عين جمع كاين التنموي وكاين الرعائي. الرعائي كل ما يخص اليتيم، والتنموي الارامل كنعلمهم الطبخ، نعلمهم بزاف الحوايج، الخياطه والمسائل الاخرى. بالنسبه للشراكه اللي عندنا مع جمعيه الرحمه، الشراكه جمعيه الله بدات جديده، حنا مع التعاون مع في نطاق التعاون ديال الجمعيات، لان نفس الاعمال اللي كنديروها حقيقه كديرها. اذا من التوفيق والسعي وراء احسن. مريم السلامي، ماذا تتمنين؟ أتمنى لكم التوفيق ونتمنى لوليدات كاملين وصلوا إن شاء الله. يمكنك أن تتزوجي وتخلي آخرين، لكنها أصرت على أن تربينا. الحمد لله، والله يجازي الجمعية بخير وكثر خيرها. دارت معنا مجهود كثير، عاونتنا في الكتابه، عاونتنا في الدراري في القرايه، انا عفرت عليهم كنسهر كداك الشيء، والله يجازيهم بخير ويكمل عليهم وكملت عليكم نتوما بخير وجازيكم. كنت وليدي في اميتي باغا نمشي للحج، في اميتي باغا نمشي للحج، في اميتي وربي عوض لي داك الشيء اللي بغيت. الحمد لله الحمد لله. كيف ما كتشوفوا دابا هذا النشاط، هذا ان شاء الله داخل في اطار البرنامج السنوي لاستراتو الجمعيه، ودرنا شراكه مع جمعيه السلام للانماء الاجتماعي باش ان شاء الله ننجحوا هذا الحفل اللي دار بمناسبه اليوم العالمي للمراه. الحظ حال في واحد جوج الفائزتين بتذكره عمره، ما شاء الله كان بودنا نكرموا العشره كلهم، ولكن الحمد لله على كل حال. وكيف ما كتشوفوا كاينه مجموعه من الانشطه، من بينها محاربه التشرد، دعم الايتام، دعم الارامل، يعني مجموعه من الانشطه اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يساعدنا عليها بشراكه مع جمعيات اخرى، والله الموفق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.